انا قريت زيد عنوان يوم صباحي يخص محرزيه العبيد نايبه مجلس التاسيسي تقول حكايه الشهريات نتاع 4200 دينار ما فيها حتى حكايه صحيحه. لا 5900 دينار راهو الشهريه عندي انا القرار 5900 دينار قرار صادر عن ان رئيس المجلس الجمهوري المجلس الوطني التاسيسي قرر ما يلي هو مالك كلام صحيح 5000 لا مش 4200 5000 دينار بريد استاذنا استاذنا معناها كلامها صحيح قد حكايه 4 هون نقراو في الورقه في المباشر دونك حكايه 4200 دينار لا اساس لها من الصحه لانهم مش ما فماش 5000 واش 5900 اذا واذا كان لا اساس لها من الصحه طبيعي وانا الحكايه وليت معروف